الحمد لله رفع كتابنا على كل كتاب أنزله، ورفع نبينا على كل نبي أرسله، وجعل أمتنا الأخيرة الأولى، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير راكب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفق ليث العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعلى معهم بإحسان إلى يوم الدين. وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من السيرة العطرة والأيام الناظرة لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعود على بدء ونقطة من أول السطر وتتمة لما ذكر سلفا. ووصلنا إلى السنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي هذه السنة كان ثمة أمر عظيم وفتح عظيم، هو فتح مكة. وقبل أن نلج إلى ذلك، نريد أن نتكلم عن هذه المادة: الفاء الموحدة والتاء المثناة الفوقانية والحاء المهملة. الفتح معنى لغوي صحيح ضد الغلق، ويأتي على ضربين لا ثالث لهما: فتح مادي كفتح باب أو فتح متاع، قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فتح مادي هذا تراه بعينيك، الله يجعلنا وإياكم من أهلها. والواو هنا واو الثمانية في أصح أحوال أهل العلم، لأن الجنة لها ثمانية أبواب، وأضراب ذلك في القرآن قول ربنا تبارك وتعالى: عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. كانت العرب تتابع الستة الصفات مع السبعة الصفات معا، فإذا أتت الصفة الثامنة عطفت بواو الثمانية: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا الفتح المادي. الفتح المعنوي هو الغالب في القرآن، وجاء الفتح في القرآن على معان: الأولى الفتح المادي ذكرنا، الفتح الثاني الذي يهم فيه كثير من الناس، والله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم ذلك وسماها ربي عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يظن الناس المقصود به إيش؟ فتح مكة، والأمر ليس كذلك. روى الطبري وذكره القرطبي وغيرهما رحمة الله على الجميع أن الفتح هنا بمعنى القضاء والحكم، الله عز وجل قضى لنبيه وحكم له أن له دينا من خالفه أظهره الله عليه. ولذلك الله من أسمائه الفتاح، وهو الفتاح العليم، أي الذي يقضي ويحكم بين الناس تبارك وتعالى. المعنى الثالث للفتح وهو الدعاء، قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يعني دعا الأنبياء على أقوامهم فاستجاب الله لهم وخاب أقوامهم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. المعنى الرابع يأتي الفتح بمعنى الإرسال، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. المعنى الخامس والأخير والذي لا سادس له
الفتح يأتي بمعنى فتح مكة. قال ربنا تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. هذا ما يجب تحريره أولا في هذه المادة، في هذه الكلمة. ومن إرهاص ذلك وتوطئته ما نحن فيه من فتح مكة. نحن قلنا من أسباب ذلك صلح الحديبية لما تم بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين قريش على البنود التي ذكرت في مجلس سالف سابق، أن من ما في هذه المعاهدة أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحالف من شاء. فدخل النبي في حلف مع خزاعة، وأن لقريش أن تحالف من شاءت، فدخلت قريش في حلف مع بكر، ثم عدت بكر على خزاعة، وذكرنا ذلك باستفاضة مما أغنى عن إعادته الآن. ثم جاء أبو سفيان لكي يشفع فيما أخطأت قريش من أنها استحرت القتل مع بكر في خزاعة، وبذلك تكون قد نقضت العهد. فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. قال: إما أن تدفع الدية لخزاعة، وإما أن تقطعوا حلفكم مع بكر أو الحرب، ثلاثة لا رابع لها، وكلها حق وصدق. الدية معروفة من أيام الجاهلية، 100 من الإبل. فرفضوا الدية، ورفضوا أن ينخلعوا من حلف ظالم مع بكر كبرا وأشرا، فما كان إلا الحرب. فجهز النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جيشا من 10,000 مقاتل، وسمع به من الأحلاف كأسلم ومزينة وغفار وهذه القبائل التي أسلمت مع النبي. يقول النبي عليه وسليم، قال النبي: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمنهم من لحقه 9,000 من المدينة، والألف لحقوه وهو في الطريق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى حتى لا يأتي الجواسيس يأخذون الخبر، هذه استراتيجية عسكرية له عليه الصلاة والسلام، إلا مرة واحدة في غزوة العسرة، لأن الطريق طويلة مفازة من المدينة إلى تبوك في شدة الحر. فإذا بأبي بكر يدخل على عائشة فيجدها تطحن طحينا وتجهز جهازا. قال: أأمركم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قال: إلى أين؟ قالت: لا أدري. النبي قال: تجهزوا، جهزون هذا الزود، ولم يعلم أين نحن نريد أن يتجه عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. وبينهم كذلك إذا بحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين، من له سبق وله يد في الإسلام في غزوة بدر. ولما سئل جبريل: من خير الملائكة فيكم وكلهم خيار؟ قالوا: من شهد بدرا. قالوا: وكذلك خير الصحابة فينا وكلهم خيار، من شهد بدرا. حاطب بن أبي بلتعة كان حليفا مرسقا بقريش، ولم يكن من أنفسها رضي الله عنه وأرضاه، ولقد هاجر وترك بقية من أهله في قريش، وعلم يقينا أن الدين منصور، وأن مكة ستفتح، وأن النبي منصور إن شاء الله، لكن أراد أن تكون له يد على قريش فلا يستحرون قتلا ظلما في أهله. فكتب كتابا وأرسله مع ضعينة، مع امرأة، إلى أنفس من قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليكم. فأعلم الوحي رسول الله بذلك عليه الصلاة والسلام،
وهنا فائدة لطيفة، أن النبي لا يعلم الغيب ولا أحد يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جبرائيل ولا ميكائيل ولا ملك ولا أحد يعلم الغيب، استأثر الله عز وجل به، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط ما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغيب النبي لا يعلمه إلا إذا أعلمه الباري تبارك وتعالى به. ولذلك أهل البدع من الطرقيين وأمثالهم وأضرابهم ويقولون النبي يعلم الغيب والولي يعطي الجنين ويعطي المولود، نقول كبرت كلمة تخرج من أفواهك من تقولون إلا كذبا. روى الإمام البخاري في كتاب التيمم من حديث عائشة باب ما جاء في قول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، أنهم كانوا في قفل من غزاة فنزلوا، وكان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عقد من عقد ظفار أهدته إليها أختها أسماء ففقدته، فأرسل النبي في التماسه مجموعة من الصحابة كأسيد بن الحضير وغيره حتى حان وقت الفجر وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني لا هم بجوارهم بئر ولا عندهم ماء يكفيهم لزودهم ولوضوئهم. قال فشكى الناس إلى أبي بكر قالوا يا أبا انظر ماذا فعلت بنا عائشة رضي الله عنها، قال فأتاني والنبي على فخذي فلهدني في صدري لهدة أوجعتني غير أني تمسكت لمكان رسول الله مني عليه الصلاة والسلام. قال هكذا فعلت بالناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قال فما برحنا أن نزلت الآية، فقال أسيد بن الحضير يا أم المؤمنين ما أصابك من أمر إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا رضي الله عنها وأرضاها. وتبا لمن يقع في عائشة وسحقا لمن يقع في عائشة، أبى الله عز وجل إلا أن يقطع أجسادهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يوم عاشوراء يوم فرح لأمة الإسلام ويوم حزن لأمة الضلال، فترونهم يقتلون أطفالهم، هل تجد عاقلا يقتل ابنه؟ بل إنه يفدي نفسه دون ابنه. من القصص العجيبة امرأة أصابها الشلل، قالوا لها كيف؟ قالت في دوار الزوج لف الدوار سريع وكان الباب ليس مغلقا جيدا، قال سبحان الله، فانفتح الباب فطاح ابني فجبذته إلى داخل السيارة وطحت أنا خارجها. أتظنون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله أرحم بهذه من بولدها، الله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها. فيشاء ربك عز وجل أنهم يظلون طول أعمارهم يفعلون ذلك، يطبرون، يؤذون أنفسهم وتسيل دماؤهم، يقيمون حد الفرية على أنفسهم رجاء ما أصابوا عائشة ورموها بهذه العظائم المبرأة من فوق السبع الطباق رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبيها وعن أمها وعن أخواتها. ما من أسرة أسلم الأب والأم والإخوة جميعا ذكورا وإناثا إلا قوم أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا بهذه الحادثة قالت فبعثنا البعير فإذا العقد تحته، والنبي كان نايم بجوار إيش؟ العقد عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعلم الغيب دون أن يعلمه الله، أما كان قال اقعدون ترى العقد تحت البعير عليه الصلاة والسلام. فالنبي لا يعلم الغيب، وليس ذلك قدحا فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل هذا هو ديانة أيها الكرام الفضلاء. من باب أولى أصحاب الطرقيين وأصحاب القباب، ومن بعدهم الدجاجلة والمشعوذون والرمالون والذين يقرون الفنجان ويقرون الكف وحظك اليوم إلى غير ذلك من مثل هذه الترهات ومثل هذه البلايا والبلاقع والسم الناقع، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا
بحاطب يكتب الكتاب، يعلم الوحي النبي عليه الصلاة والسلام، فيأمر ثلاثة من أشاوز الصحابة الكرام عليا والزبير والمقداد أن يذهبوا إلى روضة خاخ. لماذا سميت بذلك؟ قيل لوجود الشجر والماء الكثيف. وروضة خاخ تقع جنوب المدينة للخارج منها إلى مكة على بعد 20 كيلا. أنت طلع من المدينة يجيك زي مثل المثلث عند حمراء الأسد، هناك روضة تسمى روضة إيش؟ روضة خاخ. جزء منها الآن أخذ للطريق والجزء الآخر عند المثلث. في هذا المكان قال: تجدون ضعينة ومعها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة فخذوه منها. فانطلق هؤلاء الركب السعيد المبارك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركوها الضعينة يعني المرأة، فقالوا: أخرج الكتاب. قالت: وأي كتاب؟ قال: إلا أن تخرج الكتاب، فما كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كذبنا عليك، وإلا جردناك من ثيابك. يقولون ذلك لها تهديدا ووعيدا رضي الله عنهم وارضاهم. قالت: فأشيحوا عني، يعني ابعدون وجهكم عني. قال: فأشحنا وجوهنا عنها. قال: فأخرجته من ضفائرها، فأخذنا الكتاب ولم نفتح. شوف الأمانة، شوف الأدب. بعض الناس الآن يعطيك رسالة توصلها، هذا مو احنا ان شاء الله، الله يعافينا، لكم ملقوف يتابع ايش مكتوب جوتها، يرفعها كده لو كان جوه الظرف مقفول، يرفع كده يشوف ايش مكتوب جوه الرسالة. وتلقى راعي لابتوب ولا راعي جوال يقعد يتجسس على أسرار الناس ثم يبتز الناس. وأنا أقول لكم يا أخوان، الله يرضى عليكم، انتبهوا من المكالمات المجهولة الأرقام، وانتبهوا من الإيمو والسومة واللاين، وانتبهوا من هذه الأشياء. كم من بيوت ابتزت بذلك، وأغلب هذه الأبليكيشنز أو التطبيقات يدخل على كل شيء عندك، ثم فجأة تأتيك مكالمة مجهولة تقوم داخل فيها، يكون فيها فيروس يعمل لك سلكشنز لكل الداتا اللي هي عندك، يقعد بعدين يقول لك ارسل لي واعطيني وديني وديني. وأنا أحذر من الذين يدخلون على المواقع الإباحية. تب إلى الله أخي المبارك، حسبة لله عز وجل. أغلب من يدخل على هذه المواقع تصاب أجهزتهم بالفيروسات ثم يبتزوا بعد ذلك. وأنا أقول لكم قصص من واقع الحياة، لم آتي بها من كوكب الزهرة ولا من عند عطارد ولا من أخيه المريخ. هذه أشياء واقع، أشياء واقع موجودة. وما من أحد يعصي الله عز وجل، الله عافينا وإياكم سبحانه، إلا يسلط عليه من هو أشد منه لكي يريه سوء ما فعل، الله يعافينا وإياكم. وهذه الوسائل من يسموها وسائل التواصل، وأنا أسميها وسائل التناطح والتقاطع اللاجتماعي، ما جعلت لكي تستخدم هذا الاستخدام السيء. يعني أغلب ما تجده الآن استهزاء بالدين. أنتم رأيتم المقطع اللي في 48 ثانية لمن يمثل دول الراقي؟ جاكم المقطع هذا؟ بيمثل واحد دول راقي يقرأ على مريض بعدين يستحضر، جاكم؟ رأيتم؟ نعم، للأسف الشديد وصلت في هذه المرحلة أنك يتم السخرية واللعب، تمثل دور استحضار عليك عشان تخوف خويك. وصلت لهذه المرحلة؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الهياط هذا متى يبطلون الناس ذات الله؟ ما جعلت هذه لذلك يا أخواني، جعلت هذه لتنشر الخير فيها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيفنى كل كاتب ويبقى ما كتبت يداه، فلا تكتبن شيئا يسوك في القيامة أن تراه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أخذ هذا الكتاب وعاد الأشاوز الفرسان الثلاثة من الصحابة الكرام، أعطوه للنبي فقرأ ما فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أنفس من المشركين إن النبي قادم إليكم. قال: فاستدعى حاطب فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما ارتددت ولا كفرت ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، ولكن كنت امرأ مرسخا بقريش، أردت أن وإني أعلم يقينا أن الله مظهرك، أن الله مظهرك عليهم، وأردت أن تكون لي يدا عليهم. قال: أما هذا فقد صدق، اذهب خلاص. ثم نزل فيه أوائل سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخره. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت
فقد غفرت لكم. ثم توالت أحداث سريعة في فتح مكة وفي خروج الجيش ومروره، وهذا إن شاء الله عز وجل نجعله في المجالس القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا وإياكم على كل بر. اللهم وفق ولاة أمور إلا ما تحب وترضى، وخذ من عواصم البر والتقوى. اللهم من أراد ببلادنا وديننا وأمتنا سوءا فأدر دائرة السوء عليه، وأدر دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا وأمنا في دورنا وأوطاننا، وافق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام والعراقين وفي أراكان وفي اليمن وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والإثم. الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا حاكم ولا قدر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.